كما قريتو في العنوان طلع لي الراب في راسي، وانا غنشرح لكم في هذا الفيديو كيفاش طلع لي في راسي وشنو الحوايج اللي بالضبط في الراب اللي خلاوه يطلع لي في راسي اون جينيرال. المهم بالنسبه للناس اللي اول مره يتفرجوا في هذا النوع ديال الفيديوهات فين كنطلق الكاميرا وكنبقى غير كنهضر، كيعجبني ندير انا شخصيا هذا النوع ديال الفيديوهات وكنظن غادي نرجعوا ليهم، ماشي كنفضلهم على ستريمز ولكن كنفضل الفيديو على ان خويا صافي نسكت. الناس ديال الستريم غيتخلقوا فيا، انا الدراري كيتفرجوا فيا كل نهار، كل نهار كنستريم في كيكا الخوت باي ذا واي، خلو شدوا معنا السون لايفات ولاو كيدوزوا زوينين. فهاد البلوك نوت هذا المهم كتبت خمسه د النقط اللي كيبانوا لي انا اللي علاش خلاو الراب يطلع لي في راسي، وغادي نناقشهم معكم ونقول لكم البلان ديالهم. اول حاجه اللي هي تكرار المواضيع، يعني المواضيع عصات هادي راه كلشي لاحظها ماشي غير انا، البوبليك ديال الراب براسو الكبير اللي مهووس بالراب لاحظها. الراب كموسيقى بعدا كندوي دابا على كموسيقى، من بعد غادي ندوي لكم على الكونتنت ولا الرياكشن وداكشي ديال المحتوى ديالي اللي عنده علاقه بالراب. انا كنقول دابا الراي ديالي كمستمع، كمستمع تكرار المواضيع من الحوايج اللي طلعوا لي في راسي في الراب صراحه، نفس المواضيع كيتعاودوا، الفلوس ديرات البسالة انك انت باسل واعر ومشرمل وعندك صحابك داخلين الحبس، بنادم كيتعنى انه مشهور وعنده بزاف ديال البيزنسز وعنده الفلوس من الراب وهو باقي الله بادي، وهذوك اللي يلاه بادي انت هما كيدويو على الحسادة حسدوه ما بغاوهش يرابي ما بغاوهش. اوكي اي اندرستاند ان يقدروا يكونوا هذوك ولاد حومتك ولا هذوك الناس اللي كيقراو معاك في الاول ما خلاوكش ترابي ولا كانوا كيضحكوا عليك ملي كتوريهم الراب ديالك، ولكن 10 تراكات الاولين ديالك كاملين على نفس الموضوع زعما انت محسود ومكرو لهاد الدرجة، تقدر تشوف شي حاجة اخرى زوينه ترابي عليها. الراب ماشي هادشي علاش هبط، ما ماشي هادشي علاش تختاره، ماشي هادشي علاش الناس رابوا في الاول، ماشي باش ما بقاش مواضيع كيتعالجوا في الراب، ما بقاش كنسمع شي حاجه جديده، نفس المواضيع كيتعاودوا. البنات المهم حتى البنات ما كاينينش بزاف في الراب المغربي ما كيرابيوش عليهم، امينام ايمي المهم خصني نبقى نعطيش ما بقاش نعطي امثله، ما بقاش نجبد امثله باش ما نبانش كنكره ولا عندي اختلاف مع شي روابا اللي كيغنيو على شي مواضيع. انا ماشي سوقي بنادم يدير اللي بغى، انا كندوي لكم دابا على راسي. الراب ولا كوميرسيال بزاف، من المواضيع اللي قلنا في الاول كيتعاودوا راه بسبب حيت لي لابيل اللي يقدروا يكونوا كي بززوا على الارتيست ولا الفنان اللي مسيني معهم انه يكتب على واحد المواضيع بالضبط، بقاش واحد الحريه. ولكن صراحه انا كنلاحظ ان كاين فرق ما بين رابر واعر ورابر عيان يعني في الكتابه ديالهم، من القواعد الراب راه هو الكتابه الى القواعد وما كانوش راه ماشي راب هذاك، راه ما غاديش نحترمه علاش نبقى نسمع عليه. ولا تجاري الراب بزاف، كيركز على الكليب اكثر من الليريكس، كيركز على البرومو اكثر من الليريكس ومن الرايمز ومن الموضوع اللي غادي يعالج بداك التراك ديالو. التراكات ما بقاوش كيتحفظوا حيت ولاو ما كينفعوا حتى شي حاجه، وما فيهم حتى شي ميساج وما فيهم حتى شي انرجي. راه يقدر يكون مثلا موسيقى، حيت الموسيقى راه ماشي كامله ميساجات وورد بلايز، وراه كاين الالاف ديال الانواع الموسيقيه، ولكن على الاقل كتحس بواحد الانرجي، كتحس بواحد الطاقه، كتحس بالروح ديالك كتعالج ملي كتسمع لشي تراك، كتحس به فهمتي في شكل. هادشي علاش كان شحال هادي الراب ديال شحال هادي ديما الناس كيتوحشوه، كلشي باغي 2017 ترجع لا في اليوتيوب لا في الراب صراحه، حيت شحال هادي كان كيدير داكشي عن حب. دابا بنادم كيدير الراب ولا كيدير الموسيقى حيت تلقاها وسيله كتبان ليه انها سهله، ولات بوسيبل على كلشي رابي كلشي يسجل. وسمحوا لي بزاف الا كنت كنبان هيتر، ولكن راه ماشي هادشي اللي كنقصد، راه ماشي كان انا باغي نحطم الناس ولا نقول لهم لا ما تبداوش، ولكن على الاقل يكون عندك حب لذاك الفن قبل ما تبدا، وماشي داخل ليه غير حيت بغيتي توصل به لواحد الحاجه ماديه. هذه طريقه غلطه، راه ماشي انا محسد ولا كنكره الناس اللي كيبداو، عفاكم. نقطه كدينا النقطه الثالثه هي الباد انفلونس. كما قلنا المواضيع الاولين كيتعاودوا من غير انك ما كتزيد ليا حتى شي معلومه لدماغي، وما كنتبهرش بشي وورد بلاي درتي ولا شي رايم سكيم شديتيها زوينه ولا شي بانش لاين ولا شي ميتافور اللي فكرتي فيها وفيها عمق في ديك الكتابه ولا شي فلوات جداد ولا واريفر، كنلقاو الموضوع خايب، موضوع كي انفلونسي. طلع لي مؤخرا بلا ما نذكر اسم رابر، طلع لي واحد تيك توك ديال واحد الدري صغير كيغني واحد تراك ديال واحد اللي داك التراك فيه غير انا كميت انا كنت تاجر في المقدرات ان بالرغم ان داك الرابور يقدر يكون ما كيدير والو من هذا الشيء طالقه، وهذيك ليماج اللي بغى يوصل للناس ممكن، ولكن دري صغير 6 سنين 7 سنين كيطلع الدري ملي كيسمع لهذا النوع ديال الموسيقى. تقدر تقول لي انا مشكل الوالدين ما حاضينش ولادهم فاش كيتفرجوا، كي راه صعيب عيب صعيب صعيب الوالدين دابا يكونترولي في هذه الجينيراسيون، والدين كيجيو من الخدمه عيانين كيبغيو فهمتي ولدهم كيفر عليه راسهم كيلقاو هذاك هو الحل الوحيد
وما يسكتوه كيعطيوه التليفون وكيخليوه يتلاهو وما كيتلاهو. المهم هذا تسبات ثينك ولكن ما عندك ما دير. كنهضروا حتى الوالدين. وفيديو اخر ديال نفس تراك تقريبا ولا تراكات سيميلر ولا هذاك اللي قلت لكم عامر بالاجرام والمديرات والصفراء والكريساج والقيله كيغنيه دري في مخيم وقيله عنده شو سي 7 سنين 8 سنين في مخيم والدراري حتى هما كيربيو معاه فهمتي عرفتي ديك اللعيبه ديال كيعطيك المؤطر ميكرو باش طلع تختار شي اغنيه من يوتيوب وتغنيها. اختار التراك هذا وليت كتجيني الراب فيه انفلونس خايبه صراحه. رابع حاجه اللي وليت كديرونجيني انا صراحه ككونتنت كرييتر وكواحد الانسان اللي كيعجبني يقرا لي كومونتير. انا كنقرا لي كومونتير ديال الريلز ديال الفيديوهات اللي كيطلعوا ليا كنبغي نشوف الراي ديال الناس وديما كنحط بريديكشن كنقول انا متاكد غادي نلقى هذا الكومونتير من عند هاد الفئه ديال الناس حيت الناس ولاو فئات. تلقى بنت مصوره سيلفي عادي كيكومونط عليها شي الحياه ولا انت كتنشري الفساد هادشي غير سيلفي ماشي حتى الجسم وكذا. المهم كان كيضحكوني هاد لي كومونتير. كنلقى واحد باغي راكم عارفين شنو باغي من بنت من لي كومونتير كيبقى يكتب لها اح والقلوبه والعافيه وداك دوك لي جام لي زيموجي ديال داك الدنجال كيضحكوني هاد الناس. المهم كنبقى نقرا لي كومونتير بزاف. وفي الراب كنلقى واحد الكومونتير عالم اللي جاي من الكوميونيتي ديال الراب اللي ماشي كامله توكسيك بطبيعه الحال ولكن كاينين شي ناس انا كنفهم انا فاهم وهذا موضوع كبير خصو سوايع باش تناقشوا فيه ديال العبوديه ديال الرابر. المهم راه في الجينات البنادم واقيلا كاين واحد الجين ديال العبوديه وان بنادم كيبغي يقدس شي حاجه ولا يكون عنده رول موديل اللي يحترمه ويتبعه. وللاسف دابا ولاو روابا اللي ما كيقولوا حتى شي حاجه واللي كاين اللي كيقولوا ولكن ماشي لدرجه انك تقدسهم وتعبدهم. والا انتقد لك الرابر المفضل ديالك شي انسان سبوق سب لي عائلته تقول لي انت مكلخ ما فاهم والو. الراب ما عمره ما كان خصو يكون هكا كنظن واقيلا. اسمحوا لي واحد دقيقه بغيت ندوي على هذه النقطه. انا ادم اللي كنمونطي هذا ادم ديال المونتاج تنتفرج دابا في فيديو كنتابه شي نقط اللي خص كنحسني ندوي فيهم اكثر صراحه. انا كنفهم ان يكون عندك رابور بريفيري ولا واحد الممثل مفضل حيت كتشوف الاعمال ديالو واعرين. مثلا خلينا دابا ندوي في الراب من الاحسن رابور كي كيفكر كتشوفو انه جينيس في الكتابه ديالو وصعيب يحط لك واحد الحاجه اللي ما تقدرش يحطها لك اي واحد وسبيسيال وكيحط لك شي سطوره واعرين ولا كان كيرابي على شي موضوع اللي فكرك في راسك وفي حياتك وكان كيبكيك كاع راه ممكن طرا هاد اللعيبه ولكن ماشي للدرجه ديال انك تقدسو باش ما ينتقدش. تقدر تقدسو تقدر تكون فان ديالو ستان تقدر توشمو تعلق تصاورو في الحيط تمشي للكونسير ديالو بالملايين هذيك حريتك ولكن ما تسبش وما تفرعش الناس راسهم به. والا انتقدوا لك شي واحد تسبو وتقول ليه لا انت ما كتعرفش. حيت انا شخصيا راه مثلا امينيم عندي رابر مفضل ديالي كنشوف انه ذكي بزاف ومجهود وكاريير ودار شي حوايج لي بزاف وعانى وقاصه والقصه ديالو كيفاش تشهر وكيفاش كان كيتنمروا عليه والذكاء ديالو كيفاش كيكتب دوك البارز وداك داك الورد بليز لي امبوسيبل يطيحوا على شي انسان. يعني كنقدس وكنحترم بزاف هاد المجهود وهاد العقل اللي عطاه الله واللي كيفكر به باش يكتب دوك اللعيبات وباش يخرج داك الراب. ولكن ما غاديش تلقاني كنسب شي واحد وكنقول ليه لا ما يمكنش هذا راه صافي انت الذوق ديالك تفضل هذا على هذا اوكي هادي ذاتس لايف. المغرب بنادم ما داير والو غير مبيفين. انا الرابور او الرابور بي تقدروا تعرفوني على من كندوي حيت راه هادو اللي معروفين عندهم داك النوع ديال العبيد. كاين حتى واحد ثالث المهم كيدير كاغول وات علاش كتسابو علاش ها هو الرابور ديالك واعر من بعد ها هو الاخر واعر شنو مشالك علاش الاعصاب بعدا واحد الحاجه اخرى البلان ديال رياكتك. انا صراحه ندمت ماشي ندمت ولكن تجارب الحياه عباره عن تجارب. البلان ديال وليت كنجيب روابل ستريم ولا كندير فيديوهات على الراب بزاف ولا كنرياكت على الراب بزاف بنادم ترسخات عنده واحد الصوره غالطه ديال انني انا كونتنت كرييتر ديال الراب. يعني كنطلق لايف اول خمسه ديال الناس كيكتبوا في الشات كتلقاهم كيكتبوا ليا رياكتي فلان راه راح تراك جديد رياكتي فلان زعما انسان ماشي الفلان ديال الجزائر رياكتي خونا اللي احتراك رياكتي هذا اللي احتراك. وانا ما مهتمش تماما بدك خونا وبتراكات ديالو وانا لعب شي جيم وميد جيم كيقول لك رياكتي بلان كذا شنو بان لك في كذا لي ميساج بريفي بحال انا وليت محلل شخصي ديال الراب. هاد النوع الكونتنت كيديروه دراري بحال عبقور الحماق رياكشن الخبره كاينين دراري واعرين بزاف في المغرب كيديروا داك الكونتنت. تنظن انهم هما احسن حاجه تقدر تسول. اما انا السطره باش بديت راه كبرت في الانترنيت الدراري فهمتي بديت ببودكاست الجيمين شويه من بعد لي فلوغ من بعد ستريمز من بعد جاست شاتينغ. انا ما عمري ما بغيتش ترسخ عليا هاد الصوره ديال
محلل الراب ولا خص شي واحد خصك تناقش معاه في الراب. انا بعيد كل بعد. وكما قلت لكم هادشي كامل ناتج عن نفس الحاجه كتعاود في الراب، توكسيسيتي ديال لي فان، شي ما حامل شي، الهيت، لي ميساج كاملين نيجاتيف، ما كاين حتى شي حاجه بوزيتيف. عطيني شي 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 تراك ديال الراب كتسمعو كتموتيفا، ما فيهش الكآبه وما فيهش داروا ليا وقتلوني وخنقوني وانا هذا وكذا وانا محسود وانا مكروه وانا كنبراكي ولاد حومتي ولاد دربي ديما كيديروا كذا. نفس المواضيع كيتعاود، راه ما يمكنش نبقى نسمع على حياتي كامله هادشي. الا كنت كنسمع على ديما هادشي وكان انجويير عندي خلل في عقلي، زائد ما كتحس بحتى شي انرجي ملي كتسمع لذاك التراكات. اخر نقطه كاتب هنا هي الكوميونيتي دربت طلعت ليا في راسي، وهادشي اللي قصدت بها، هادشي اللي شرحت لكم دابا. ما كرهتش تقولوا لي شنو بان لكم في لي كومونتير، غادي يعجبني نعرف الراي ديالكم، وكل واحد يكتب ليا الى قدر باراغراف ديال شنو كيبان ليه في هادشي ديال الراب، ويقول لنا الانواع ديال الموسيقى اللي كيتمزك. كاينين اغاني بزاف كنسمع لهم من غير راب صراحه، ولكن المهم وليت عايش بحال الظروف كتفرض عليا انني نسمع الراب ونكون ابديتد فيه، حيت كنستريمي وبنادم خصو يسولك خصك تكون عارف. ولكن ملي فكرت مزيان لقيت ان راه ماشي بزز مني، فهمتي؟ المهم مؤخرا ماشي مابقيتش كنسمع الراب، راه كنسمع الراب، كنسمع الالبوم ديال امينام، كنسمع الديزالبوم جداد ديال كيندريك كندور عليهم من الاول كنحاول نفهمهم. كيرا 7 24 ساعه 24 خطرة الجداد ديالو ما بقاوش بحال ديال شحال هادي، ولكن اغلبيه كنسمع التراكات ديال شحال هادي للاسف تسمحوا لي بزاف من سبوتيفاي، ولكن راه متلاشارجيهم عندي. المورفين حتى هو شويه زويون كنسمعوا ليه. كنت تبليت بالمورفين واحد الايام ولكن ساليت تراكاته، فهمتي؟ دابا مورفين بحال خصك تضرب واحد الخمس سنين ولا ثلاث سنين وعاد رجعت تبزك ليه، حيت في دوك ثلاث سنين تكون تعلمتي شي حوايج اخرين وعرفتي دي ريفيرونس اللي كيقصدهم لك، فهمتي؟ المورفين واحد الرابر اللي عنده باجاج زوين وكبير في بزاف الحوايج، فهمتي؟ سواء في الافلام، الكتاب، التاريخ، الفضاء. يس ذا جاي از ا جينيوس، اي لاف هيم. بوز انا كنت فان ديالو والفان بيس ديالو هي اللي كرهتني فيه صراحه، كان كيعجبني باقي تاع المورفين، فهمتي؟ بنادم كيفهم شنو كي زعما قليل كاين اللي كيفهمش كيقول شنو بغى يقصد وشنو علاش هو اصلا جاي والرساله اللي جايب. ولكن راكم عارفين بنادم كيجوف الهايب على شي حاجه كيبقى يتبعها ويقول ان هذه راه حاجه مزيانه، وهذا غلط، فهمتي؟ خص الذوق الموسيقى ديالك يكون ناتج من عقلك، فهمتي؟ انت دير الاستخلاص، دير تلخيص على علاش كيعجبك داك الرابر وشنو قال اللي يعجبك فيه. والحاجه عاوتاني واحد النقطه اخرى ديال كيبقى فيا الحال ملي كنشوف رابر تالنتد وموهوب وما كيضربش ليفي قد واحد، حيت شوف قدر يكون هو ما باغيش ليفي، ما مسوقش ليهم، ما دايرش الراب على ود الشهره، كيرابي حيت كيعجبو داك الشيء بطبيعه الحال، حيت ما يكونش رابر واعر كون ما كانش كيعجبو الراب. كل واحد فيه هاد اللعيبه ديال الفن ديالو خصو يتعرف، انت كتعطي مجهود في واحد الفن كتبغي انه يتعرف، فهمتي؟ كتبغي انه يضرب ليفي وكتبغي انه يوصل الناس اكثر. دونك ما عرفتش شنو الحل ديال هاد البران، خص الموفمون كامل يتبدلوا، بنادم يبقى يسمع الراب باذن اخرى ماشي كموسيقى وكذا، فهمتي؟ يقدر يكون بنادم مابقاش عنده الوقت باش يركز الكلمات ولا ما مصوقش. انا عندي صحابي بزاف بحال هكا، واش هاد ديال الحياه. المهم وكل كيسمع اللي كيبغي واللي كيعجبو واللي كيقيسو، هادي هي اللي كنركز عليها بزاف. يقدر انا رابر يكون ما كيقول حتى شي حاجه وعكي طبلاني ويقيسني. هذا ما كان الخوت، اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولا حرك لكم شويه ديال التفكير ديالكم. اذا كان شي حاجه قولوا لي في لي كومونتير كما قلت لكم قبيله. لوف يو جايز، بزاف الحب.